رأيك ليش برشلونة تراجع في آخر جولات في الدوري؟ يعني أنا بحس إنه من أهم الأسباب اللي خلته يتراجع إنه الكابتن ما عم بيعمل التغييرات، عم بيعيد نفس التشكيل اللي هو اعتاد عليها. السبب أول شيء عدم كفاية تدريب إلهم مع أزمة كورونا اللي صارت، هاي صار يعني التدريب خف واللعيبة عطائهم خف أصلاً، وانتمائهم صار للنادي يعني مش زي أول. جزء يعني عشان المدرب جديد، تكتيكهم مش ضابط مع اللعيبة أصلاً، اللعيبة تكتيكهم مختلف. يعني كان يعني مثلاً على دور غوارديولا كانوا اللعيبة يعطوا بشكل مختلف كثير، كانوا يلعبوا يعني بس تيك تاك والقصة تبعتهم اللي هم معروفين فيها. إدارة سيئة جداً باختيار المدربين واختيار اللاعبين، يعني في نقص في المراكز كثير بخصوص برشلونة. فبرأيي إنه لازم يجب تغيير المدرب أول شيء، وقبل المدرب الإدارة كلها تتغير كاملة. هاي والله كلها بترجع للمدرب تبعهم. أنا أول شيء بشجع ريال مدريد، بس هاي مدربهم يعني تغييراته دائما مش محظوظ فيها من مرة. رقم واحد المدرب، والثانيين اللاعبين طبيعي أكيد، والإدارة بعدين. تراجع فريق برشلونة، يعني لاعب كبار، مدرب لا يفقه شيء بالتدريب ولا كرة القدم، هاي تراجع برشلونة بس مش أكثر. عندك المدرب ماشي، وعندك دفاع ضعيف، عندنا دفاع شوارع بالعربي يعني برشلونة، دفاع مدريد أقوى، وسط معدوم، دفاع معدوم، وهجوم فيش يعني 11 لاعب يلعب يركن على لاعب ميسي، حرام. ما بس فريق كله معدوم، معدوم فيش يعني 11 لاعب يركن على لاعب واحد، هذا مش روح الفريق. وين روح الفريق؟ وين برشلونة قبل أربع خمس سنين اللي كانوا كل سنة يحصدوا لهم 5-6 بطولات؟ ما بصير كلامات، لازم يدوروا على لعيب، لازم يجيبوا لعيب صغار، يجيبوا لعيبة من باريس سان جيرمان، يجيبوا لعيبة من دوري الألماني، ما بصير. المدرب نفسه اللي هذا، اللعيبة ما شاء الله عنها تمام.